صباح الخير بابا، كيفك؟ صباح النور. صباح الخير للجميع. صباح النور. زياد بيك، فوراً بدي البشارة. خير نعمة خانم، شو هالبشارة من وش الصبح؟ خير أمي؟ خير خير، من شوي وصلني خبر حلو. يلا أمي، أنت هيك كثير عم تشوقينا. عن جد أمي، شو هو؟ احكي بقى. لينزل عمران وديما، وقتها رح أقولكن الخبر. بدنا نستنى الكل لينزلوا. يلا خبرينا تيتا. مستحيل لينزلوا بالأول. ها ليكن هينزلوا. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. عدو أمي عدو. أمي أنا عندي شغل لازم أطلع على الشركة. روحي عود خمس دقايق، إلكن عندي خبر كتير مهم وحلو. عمران، بما أنه مبارح ما قدرنا نحكي، إذا بدك فينا نحكي اليوم. لك بنتي روقي، ما في أي شيء أهم من هذا الخبر اللي رح قلكن إياه. يلا بقى نعمة خانم، شو هالخبر الحلو والمهم؟ احكيه وفرحينا بقى. بالحقيقة هذا الخبر كان لازم ديما تخبركن إياه، بس أول ما تريت ما قدرت أمسك حالي. زياد بيك، مبروك حفيدنا الجاي صبي. عن جد عم تحكي؟ هاي جايك صبي لك عمران. فرحت لكم كتير، عن جد خبر بياخد العقل. صبي أو بنت ما بتفرق، المهم يجي بالسلامة. طبعاً أخي، خلقة تامة، هذا اللي بيهمنا. آمين. الله وحده بيعرف شو عم حس هلأ. وأنا بعرف. ألف مبروك ديما. شكراً. ألف حمد وشكر. شكراً لك إنك تقبلت دعواتنا. احنا في عنا عادات ولازم اني اعملهم هلا. رح اذبح ذبيحه ووزعها على الفقراء والمساكين. خلونا نخبر الضيعه، خلوا الكل يعرف في هالخبر الحلو. عن اذنكم لازم اقوم، الشغل ما بيستنى. لحظه لوصلك. صحتين وهنا. انت يا كنتي الغالية. ايه شو راح نسمي حفيدي الغالي؟ لسه بكير بابا، في معنا وقت. والله هذا احلى خبر بسمعه بحياتي، صدقوني فرحت كتير. يعني لو لساتني شاب كنت بقوم وبرقص بنص الشارع بدون ما أخجل. يا الله عليك يا زياد بيك. قبل ما أنسى كمان، هلأ ما بقى بدي تزعلوا بعضكم كرمال حفيدي. مزبوط حكي يا عمران؟ مزبوط بابا. بنتي ديما حاملة مستقبل عيلتنا ببطنها هلأ، واللي بضايقها بيلاقيني أنا قدامه. بابا أنا بدي أقوم، تأخرت صار لازم أمشي. الله يقويك يا عمري.